أدى شريف إكرامي وعلي لطفي حارسا المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي برنامجا تدريبيا خاصا عقب انتهاء التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء لزيادة معدل اللياقة البدنية. وأدى ثنائي تدريبات في الجيم بعد انتهاء المران الجماعي لمدة 20 دقيقة فضلا عن تدريبات الجري حول الملعب. أدى عمرو السولية لاعب وسط الفريق جلسة تأهيل في الجيم على هامش المران الجماعي للفريق اليوم، واكتفى السولية بأداء جانب من التدريبات البدنية في الجيم، وبدأ تدريبات الجري بشكل منفرد حول الملعب في إطار برنامجه التأهيلي. ويعاني السولية من إصابة بشد في العضلة الأمامية أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية للأهلي خلال الفترة الماضية.